ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وإنت، بقلبك محلي وجوا قلبي إنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا لك وينه؟ حياتي كمل عصير. هلو. اهلا جنجول حبيبي، مشتاق لك. انا اشتقت لك. كيفك؟ بس قاعدة بحكي على الاكل. اياد كيفك؟ هاي وسام، مشتاق لك. شو؟ ليش ما عم تزورنا؟ شغل واجتماعات كثير. تينا حبيبة قلبي، اختي جنى. هاي كيفك؟ اهلين. اياد حبيبي وخطيبة. كيفك؟ هاي تينا. تفضلوا تفضلوا بليز. ثانك يو. تفضلي. شو اسمها الحلوة؟ هيدي الباليرينا زنزون. أحلى رقص بالدنيا بترقص. كيفك زنزون؟ أنا برقص مثلك. روحي سلمي بابا. يلا روحي. مش هيئتها كثير مبسوطة فيي زنزون؟ يلا روحي. يلا. تعالي لعندي. ليه منك مبسوطة؟ نعم. يو. لا هي مبسوطة بس حاملة هم لأنه عندها حفلة رأس بالمعهد اللي بترقص فيه بلندن، وخايفة إنه رفقاتها يسبقوها. لا ما تعتقلوا هم. أنا رح ساعدها ورح خليها على طول تكون جاهزة. هلا أنا صحيح ما بعرف كوريغرافي تبع الشو، بس إذا حفظتيهم بتساعديني. حفظتيهم؟ إيه أكيد حفظتهم كلهم. فإذا خلص أنا رح ساعدك فيهم كلهم.
بس هيك بدي اضطر اني افتح لها صف لوحدها لزينة، لانه انا عندي تلاميذ وعم مرنهم على كوريغرافي معينه. نحن ما عندنا مشكله حتى لو صف خاص، طبعا اذا انت كمان ما عندك مشكله. انا بيهمني من كل القصه انه زينة تضل عم تتدرب مشان رفقاتها ما يسبقوها. اكيد ما في مشكله. ايه وسام، خبرني انت شو اخبارك؟ كل شيء منيح بهالوظيفه بهالبنك، بس كله تمام. خي مبسوطه انك مرتاح، كل عمرك تنق انه الوظيفه بتموت على البطيء. هذا لما ما كان في حب كبير بحياتي، بس هلا بوجود تينا كل شيء صار حلو. الهيئه تينا حدا كثير مهم، حتى خيي مبسوط ومرتاح هالقد. ميرسي. طيب انا بعد شوي عندي اول صف، ما زال مسيو اياد رح يجي لعندي هو وزينة، هيك بنحكي بالتفاصيل بالمعهد اذا بدك. اوكي انا رح امشي بحكيك وسام. انتو جايين سيارتين؟ ايه انا رايح على شغلي وهي رايحه الداون تاون. معهدك بالداون تاون يعني؟ ايه بالداون تاون. صراحه انا صار لازم امشي مستعجله شوي، هلا وسام بدلكن وين. اوكي تشرفت بحضرتك، يلا باي. أمي انتبه تضرب لها وشها. شو أخي؟ ما غيرت رأيك؟ قلبي ما عاد يتحمل يا شريفة. طيب مثل ما بدك، جمال جاي يدير باله على الصغار. ايه بقى انت لا تاكل هم. كلياتكم رايحين؟ ايه كلياتنا، انا وسامية وعامر ومحمود ومجد راح يستأجر سيارة. شريفة. نعم. قولتك بتعمل ام محمود وبتروح. لك كلياتنا بدنا نروح، ما حدا مخلد بهالدنيا الفانية. خلاصوا لا. وين جمال؟ تأخرت. عمتي إذا ما أجت جمال أنا ما رح أترك الأولاد لحالهم. لا تخافي إلا ما تجي يبعث لحمة. أبصر بتكون عم تشرب أرجيلة. تعا تيتي تعا تعا تقبرني. لك خلاص. تعا تعا تعا. روح يا. تعا تقبريني تعا يا غرام. عمتك شريفة. إيه حبيبتي. ديري بالك على جده إيه؟ يلا. وين هي؟ يبعث لقتلها. والآن أتقل الكتابية مع جميل مريض. مرحبا رونا، في حركة دفية. مثل ما اتفقنا عامر، نحكي اللي اتفقنا عليه. أخوك إياد لازم يفهم وضعنا. أنا ما اتفقت مع حدا على شيء، اعملوا اللي بدكم إياه وأنا ما دخلني. طبعا ما دخلك. ليش أنت كان دخلك أنت وابنك؟ لا للسيف ولا للضيف. أنا ما بدي مصاري من إياد، ما بدي حسني من حدا. طبعا ما بدك حسني من حدا، مقامك أرفع من هيك بكتير. شوف هالعيش اللي عايش فيها، عايش بقصر بنعيم، مالك محتاج لشيء. ما عجبتك عيشة الذلة اللي عايشين فيها؟ ما عجبتك؟ وهداك أخوك قاعد عم يصرف يمين ويسار هو والفصعونة، ونحن ما معنا ناكل. بده يساعدنا غصب عنه، عم تفهم عامر؟ لك نحن خسرنا كل شيء، أملاكنا وبيوتنا، وأنت أنت خسرت مرتك وبنتك، شو في أكثر من هيك؟ أنا ما بدي أشهد على مرتي وبنتي، بعدين تعال أقول لك، أنا عم طالع مصاري وعم بدفع اللي عم يطلع علي من أجار بيت ومصروف، وأنا وابني مو بحاجة حدا، فالله يرضى لي عليك، لا بتحكي لا باسمي ولا باسم عيلتي، عم تفهم؟ هاي مجد وصل بالسيارة، يلا قوم بلا ما نتأخر. دعانك دعانك ما تكبر نفس، طبعا اللي بيسمعك بيقول مفضل علينا، كل يوم عم بتجيب لنا عملة، كل يوم. أهلين رامي. امبارح بالليل كنت بدي أحكي معك، بس قلت أكيد رح تقولي شو هاللزقة، يعني ما حلو يحكيني، ما صلي كم ساعة مسافرة. واليوم الصبح وأنا عم بشرب القهوة خطرتي على بالي.
بس قلت يا ولد تقل حالك شوي معلش، اعطيها شوية وقت. هلا ما عاد قدرت خلص، مسكت التليفون وعم حاكيكي لأطمن عليكي. كيفك؟ خلصت المقدمة أستاذ رامي؟ إيه خلصت. بتصدق إني اشتقت لك؟ لا، لو أنا عرفان إنه بدك تقولي لي هيك ما كنت عملت هاي المقدمة كلها. وأنا كمان كتير استفدت لك عن جد. يلا رجعي، ما كنت متوقع إني استفقد لك بهالسرعة. طبيعي بدك تستفقد لي، ما كل نهار وجهي بوجهك، بالمختبر وجهي بوجهك، وبالجامعة وجهي بوجهك، غصب عنك بدك تشتاق لي. أبدا مو غصب عني، باختياري الكامل. بعرف إنه باختيارك. لتكون مثلا مقطوع ومش ملاقي حدا يسليك يا كازانوفا عصرك. قل لي مع مين كنت سهران امبارح ولأي ساعة بقيته؟ اعترف. سهرة من هذول السهرات اللي بينتسوا بس يطلع الضو. انت وينك؟ شو عم تعملي هلا بهاللحظة؟ هلا بعدني واصلة على بيت اهلي. يا الله شو مشتقت لهم. هلا طلعت شوفيهم؟ ليش انت ما شفتيهم امبارح؟ شو كنتي عم تعملي امبارح؟ وين نمتي جنى؟ رامي بشرفك ما تبلش. نمتي عنده بالاوتيل ما هيك؟ بتعرف كثير منيح انا واياد صرنا 7 سنين مع بعض. ليش كل مرة بتحسسني إنك مصدوم وعم تتهمني؟ طيب ماشي يلا روحي شوفي أهلك. يلا باي. ليش كل مرة بنحكي بالموضوع بنخلص مشكل؟ أنا عم بسألك مثل ما أنت سألتيني. لكني أنا مثلاً بارح طلعت أنا وجين بتعرفيها، صرنا مع بعض ورحت لعندها على البيت. طلعت من عندها الساعة 5 الصبح وجيت على بيتي. أنا عم خبرك بدون ما كذب. منيح؟ بليز رامي روق ما بدي هالقد روق. خلص معك حق، يمكن انا عم زيدها كثير. يلا روحي انبسطي مع اهلك. يلا حكيني وقت اللي بدك. ايه حكيني على طول، ما بقول عنك لزقه، بالعكس بنبسط فيك. يلا اوكي اوكي باي، انتبهي على حالك. وصلت القهوة يا منيرة. أطيب قهوة لبنانية من إيدين أمك. أنا مصدقة إنك عندي يا طقبري قلبي. يا حبيبتي لبنتي قولي لنا إنك جاي، ما تفاجئينا هيك. قلبنا ما بقى يحمل مفاجآت. قلبك بعده شاب بابا ما بيكشي. وينه فادي؟ بدي أشوفه. اشتقت له. بأوضته مثل العادة على حيلنا.
تارك الدنيا كلها وقاعد بقوطه لا شغله ولا عمله. حالكم تتعودوا عليه، رح فوت شوفه شوي وارجع. حبيبتي رح قوم حضر الغدا، بدك تتغدي عنا ما هيك؟ اكيد. وكمنيرة شو بدها سؤال هيدي؟ وبدي ناي كمان. طب بقلبي ولكريته الف صحتين. انا رح روح جيب اللحم وحتخبرها شي عن اللي عمله فادي. نسان ما بده اياها تعرف، ما بده حدا يعرف. هلا هو بخبرها، ما انه بلا مخ شو بيمنعه يعني. بونجور فتفود. هلا اختي. كيفك؟ عم بسألك كيفك؟ جنن بياخد العقل. ما بدي حدا يشفق علي. هي أخبروكي برا شو صار فيه. عن شو بدي خبروني؟ جربت انتحل. شو؟ مرة تانية؟ أكثر من مرة أنت السيدة. لك أنت مجنون؟ مجنون وبدك تجنننا كلنا معك؟ أنا العائل أختي وأنتوا المجانين. أنا مستعدة أعطي زينة دروس خصوصية بس هون، يعني مش ببيت عادي أو سويت بأوتيل. إنه هون غير شيء، هون في موسيقى عالية، مرايات بتشوف حالها عم ترقص، إنه غير شيء. معك حق، بس المشكلة إنه أنا وقتي مو لإلي هالكم يوم. ماما تعبانة بالمستشفى. سلامتها. الله يسلمك. فقصة إني أخدها ورجعة شوي صعبة، وكمان فيني أحط لها درايفر أكيد، بس المشكلة إنه ما عندي ثقة بحدا. طب إذا بدك خلي جنى توصلها لعندي. ما زالوا معودين على بعضهم وبحبوا بعضهم كثير، وأنا بس نخلص برجع برد على الأوتيل، ما عندي مشكلة. إيه أكيد كمان بيصير. طيب ومشان المصاري، يعني قديش بتحبي تاخدي على الدرس؟ قصة المصاري بتحكي فيها مع الإدارة عادة، بس ما تعتلهم، المصاري مش رح تكون مشكلة بيناتنا. أكيد ما في مشكلة بالمصاري طبعا، بس أنا بيهمني إنه زينة يعني ما تضل قاعدة بالأوتيل، يعني تضل عم تعمل شيء. ما تعتلهم. بتحب نبلش من بكرة الساعة 4 بعد الظهر؟ وليش من بكرة؟ يعني ليش منبلش اليوم؟ بهالسرعة؟ إنه بهالسرعة بدك نبلش؟ إنه إيه؟ ليش تضيع الوقت؟ معك حق، ليش تضيع الوقت؟ خلص اليوم الساعة 4 بكون ناطرتك. أوكي. طيب ممكن يور فون نمبر بس مشان انا اذا احتجت شيء مشان زينه او انت احتجتي شيء يعني. الكود 9613. انه مستحيل اجي على هالبيت غير ما اسمع خبريه بتجيب الاخره. ما حدا رح تجي اخرته من خيك فادي الا انا. طب ما عرفتوا هالمره شو السبب تجرب ينتحر؟ ما بيحكي خيك وبتعرفي. آخ يا أمي، شفته بمنصر، فت على الأوضة لقيته ملقوح بهالأرض والرغوة طالعة من تمه. خوتت ركضنا طلبنا الإسعاف وعلى المستشفى، وهيك من وقت ما رجع قاعد بأوضته وأنا عايشة بهمه. كل شوي بفتح عليه الباب لحتى أشوف إذا عمل بحاله شيء، إذا بعده طيب. قلتلي أنا، قلتلي يا عيني من لحياة. كل يوم بعد يوم بتأكد إنه ما بقى في شيء بيربطني بهالبلد. شفتي لو ما منك ومن بيي؟ الله يلعن اللي بيدعس دعسي هون. ريته الله ياخذنا لترتاحي منا. خلص أمي، ما بحب أسمع هالحكي. بتعرفي أمي؟ أوقات بحس إنه عندي شخصيتين،
وحده بلندن وحده هون. بس كون بلندن بحس اني بكوكب تاني، عايشه رواق كتير. بس هون الدنيا كلها وجع. ما تزعلي مني امي، انت بتعرفي انه الدنيا قستني كتير صح؟ بعرف. بتعرفي انه وسام مغروم لشوشته وبدو يتجوز؟ مش انت كل همك انه ينغرم ويتجوز؟ سامطة يفطر على رقاصة، داير هو اياها من مطرح لمطرح. استأجر شقة وعيش لحاله ومقضيها داير هو اياها ليل نهار. انا ما بدي اياها. شو هالحكي كماما؟ لأنت تعرفت عليها بالاول؟ لا بس ما بدي اياها، قلبي مش مرتاح لها. ليه؟ البنت بتجنن. تظهر. بتعرفي شو يعني بتظهر؟ ما بدي اياها. ايه تحكي تحكي انت، هيدا اللي شاطرة فيه. بعدني بالبيت عند أهلي. شو بدي خبرك حبيبي؟ كلها أخبار بتيأس، شي بشق القلب يعني. وهون كمان كل شي بيأس. الدكتور قال لي إنه أمي ما منيحة، قلبها ما منيح أبداً. عم يقول لي إنه شكله عضلة القلب عم تستسلم. يا ربي دخلك. وزينة شو وضعها؟ حبيبتي ما كتير فهمانة شو عم بيصير، بس أنا حاسة إنه مستغربة ومتوترة. يلا حبيبتي تعي بسرعة أنتي مشان تاخديها، لأنه الساعة 4 لازم تكون عند تينا، بلكي بتغير شوية جو. طيب وكيف رح ترجع على الأوتيل؟ مين رح يبقى معها؟ قال تينا بتجيب لنا إياها وين ما منكون. أوف، وأنت من إمتى هيك دغري بتوثق بالناس وبتترك زينة معهم؟ حبيبي أنا عم بوثق فيها بسببك، إنه يعني هي حبيبة وسام وهيك، فلهيك عم قلك إنه. أستاذ إياد صار فيك تتفضل على شوي. إيه حبيبي نحن بدنا نفوت هلا لعند الماما. يلا باي باي. لازم تعرف إنه الأكسجين ضعيف بجسمه ممكن ضيع شوي. أوكي أوكي زينة يلا بابا يلا عجلي شوي. عمو على مهلك الله يخليك، لأني دايخة وحاسة حالي رح أستفرغ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في بالعادة الدوخي بالسيارة، خير إن شاء الله. منين بده يجي الخير يا عمتي؟ مصيبة جديدة. سامية حبلي. قولي قولي قولي. جانا جانا يا امي عم بحكيكي، وين سارحة؟ ايه قولي لي. عم نسألك أنا وبيك عن حياتك عن مستقبلك حبيبتي. ما في شي جديد بدك تخبرينا إياه؟ بدنا نطمن عليكي قبل ما نموت. بعيد الشر عن قلبكن ماما. يلا أنا صار لازم أمشي. إيه هربي هربي من الموضوع يا أمي بعد ما شبعت منك. مشغولة شوي ماما. هاتي لساعدك. وين رايحة؟ بابا تعي حبيبي تعي تعي اطلعي على هاي الدرجة مشان نشوفك تيتا منيح. ماما حرام مرضاني لأنت تيتا مشان هيك نايمة. شوفي مين جبت لك. جبت لك زينة. حبيبتي
حبيبتي حبيبتي يا زينب حبيبتي وسيدك سامحيني يا أمي وسيدك سامحيني يا بنتي زينب أنا اشتقت لك كثير كثير حبيبتي ماما هي زينة بنتي يا بنتي يا حبيبتي أنا جاية لعندي ما راح أتركك لحالك جاية لعندي طلبت لي ميرسي جوعانة كثير هي آخر مرة بتاخذ صفوف على الساعة 4 أنا ما بصدق أقعد معك وتغدى باليومين بالجمعة بخلص فيهم بكير أنا هيك بيا بده شو بعمل يعني كل يوم بدي أضطر أعطيها الساعة 4 يا لطيف شو هالحفلة العالمية ضروري بنت تتمرن عليها كل يوم هي مش بس كمان الحفلة بفتكر بده يغير لها جو إنه أمه عم بتموت بين لحظة ولحظة حفلة فين بدي آكل معي 5 دقايق بدي أتغدى وأمشي إجا لعندك على المعهد؟ مين؟ إياد إيه حكيتوا بالمصاري؟ ما بتهموا المصاري بتهموا راحة البنت وبس بعرف ما بتهموا بتعرف قدي معه مصاري؟ آخر همي سيب لي سلعة بليز مجنونة رجع هيدا الشيء يضوي بالتابلو السيارة لونه أحمر شو يعني هيدا بخاف يكون شي خطر شو أولى؟ دكتور دكتور بليز في احكي معك لحظه ما عندي شيء لك يا ولو ليش هيك عم تعملنا سالي بليز بعدي عني انا ما عم بفهم ليش بس انا هيك عم تعملنا انه بس عم بطلب منك نظهر نشرب درينك ونتحدث شوي يا بنتي افهمي افهمي عربي انا ما بدي اطلع معك بس انت بتظهر كثير مع بنات انا ما عم بطلب منك شيء هلا سبيشال ايه بس انا ما بطلع مع تلميذتي لا اخلاقي ولا القانون بيسمحوا لي نعمل معك علاقه او اخسر كل حياتي وشغلي اللي بنيته اوكي بس انا بحبك بس انا ما بحبك ما بحبك عم تفهمي واذا بتحبيني عن جد بعدي عن طريقي خير دكتور شو في ما بديك تكون زعلان مني قلي انه منك زعلان هلا انا كنت زعلان بس الاتصال هلا روقني بطلت زعلان خي كثير منيح وينك انت هلا والله هلا وصلت على الجامعه عندي كورس اليوم اي مزبوط نسيت طيب بدك شيء قبل ما فوت على المستشفى بدي سلامتك انت كل شيء منيح عندك كيفهم اهلك اخ اهلي هرباني منهم هريبة مثل العادة امتى بدك تتجوزي نفرح منك ونشوف ولادك ولاد ولادك عادة يلا قولي لي انا جاهز للجازة سئيل يلا بحكيك بعدين باي الله معك هاي 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 جانا اشتقت لكم هلا كنتني قد ما سألت عنك اشتقت للرقص كثير أنا بوصل عن تينا ما تعطي الهم وبرجع لك وبس تخلص برجعها أنتوا شو عم تعملوا هون؟ عفواً شو عم نعمل هون؟ المرة اللي جوا هي بتكون أمنا اللي عشنا معها كل عمرنا ما تركناها ورحنا حبيبتي زينة تعي لعندي بعد عن بنتي إذا بتريد ولو هذا ابن عمه خليه يسلم عليها يعني ما رح ياكلها
طيب أنا بستأذن، بحكيك إياد. يا حبيبي يلا روح. استنى يا إياد، يا عيب الشوم عليك، يا حوين التربيتي فيك. لك قديش دفيتك بعبي وخبيتك بصدري وأنت مريض. كنت خاف عليك من نسمة الهوى، كنت خاف عليك كأنك ابني يلي ما ربيته. هيك أنا ما تجوزت وما جبت أولاد، بس كنتوا أنتوا أولادي. يعني معقولة بعد 20 سنة غربة ما تقلي كيفك يا عمتي؟ كيف صحتي؟ كيف رضاكي علي؟ معقولة بهالسهولة تنسى عيلتك ولحمك ودمك؟ والله مالي عم بصدق. أنا من وقت ما ركبت بالطيارة وطلعت قررت إنه ما عندي عيلة. يا سلام، وفخور بحالك؟ فخور لأنك عم تتنكر لأهلك وعيلتك وبلدك يا محترم؟ خلاص يا محمود، خلاص. نحن مو جايين لهون لحتى نتعاتب أو نتخانق، خلاص. مزبوط، صح. في مرة جوا عم بتموت بحاجة إنه ندعي لها، بدل هالمصطلحات اللي ما لها طعمة تبع العيلة والدم واللحم والوطن يلي كلياتها طلعت مصطلحات كذابة. إيه مصطلحات كذابة هي. الوطن هو المكان اللي بيحترمك وبيعيشك بكرامتك، وعيلتك هن الناس اللي بيشبهوكي وبتتفقي معهم. أنا خلاص محيت كل شيء من راسي، مطارح وناس وذكريات وكل شيء. بتعرفي ليش؟ مشان أقدر بلش من جديد. أنا ما عاد في شيء بيربطني فيكم. أنا جاي لهون لحتى أشوف أمي وعرفها على بنتي قبل ما تموت وترتاح من العيشة اللي عايشتها معكم. بس عمي أنت ما بتعرفني لحتى عم تعاملني بهي الطريقة. أنا كبرت وأنت مالك موجود معنا. ليش هيك حكمت علي وظلمتني؟ أنا مالي جاي لا لحتى حاكمك ولا حتى أظلمك ولا حتى نحكي بهي المواضيع اللي هي بالنسبة لي محسومة من زمان. أنا خلص صرت بدنيا تانية، بعالم تاني. هي هي كل القصة. أنت بتعرف إنه مرتي وبنتي ماتوا بالحرب من 3 سنين وماتوا قدام عيوني؟ بنتي كان اسمها ريم، كانت بتجن. ماشي يا اياد، اعمل وكتر. حد من قبالي جانا، وين صار التاكسي؟ ما بعرف حقيقتي، مع انه قلت له ينطرنا هون.
ماما بدي احكي معك شوي. فتحي عيونك. خلص لا تفتحي بس اسمعيني. اسمعيني شو بدي احكي لك. أنا هلأ عايش مع بنتي، بنتي اللي هي كل حياتي. تزوجت من وحدة إنجليزية، حبيتها كتير كتير، حبيتها. كانت هي كل حياتي الجديدة من وقت ما قررت إنه أنسى شيء اسمه سوريا وكل اللي فيها. وجبت زينة، زينة بس بعدين تركتني. تركتني لأنه حبيبها القديم رجع وطلب منا أنا ترجع له، وهي رجعت له. تركتني ببساطة هيك أنا وزينة وهربت معه. بس أنا هلأ مرتبط بمرة بتاخد العقل، بتجنن، اسمها جنى. أحلى شي فيها إنه هي مرة وفية. أنه بتحبني كتير. وأنا كمان بحبها. يلا انزلي. هلو هلو فتي حلوه. هاي زنزون، جاي تفرجيك قديش شاطره بالرقص. اكيد ما في شك. يلا بتفوتي تلبسي لنحن نبلش. وين؟ ورا الباب في كوريدور صغير كله خزانات لوكرز. انا فتحت لك الخزانه اللي تحت فيها المفتاح. تشلحي ثيابك، تلبسي ثياب الرقص وتجي لعندي. اوكي يلا. ناطرتك حياتي. اوكي. كثير مبسوطه فيك انت وسام. اول مره بحياتي بشوفه هالقد مبسوط. ايه بس كثير كثير. يمكن لأنه مغروم. أنت بيضايقك هالشي؟ لا مش قصة عم بيضايقني، بس إنه أنا بحبه كتير وبحب كون معه، بس هيك بتحسيه كأنه مكمش فيه وعم يضغط عليه كتير. وأنا هلأ مش راضي أبداً إني أتجوز وجيب أولاد، يعني بتحسيه هيك هو راكد على الزواج ما بعرف ليه. هذا هو الحب الصادق. إنسان بس يحب بصير يحلم بالشخص الثاني، بصير يحلم يعيش معه تحت سقف واحد، يكون عائلة، يجيب منه أولاد. أنا مثلاً كنت ضد الحب والزواج مرة تانية لحتى تعرفت على إياب. صرت أحلم أعيش معه إله بس، يكون هو بي ولادي وبس. وليش ما تتجوزوا؟ بديك تقولي أنا ووسام نشبه بعض مثل ما أنت وإياد بتشبه بعض. بتعرفي خليني أطمن على زينة قبل ما أمشي. يلا فوت معك. يلا.
احكي مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الالم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس انفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت مثل الأيام قلبك كسر قلبي مثل صابوا الأعمالي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الأيام كنا أنا وانت بقلبك محلي وقلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا